تفاؤل شديد من الجميع. الحقيقة أنا الحقيقة بحيي كل الطاقم الإعلامي المتواجد فاروق صلاح وبقية المتواجدين، الحقيقة عاملين شغل رائع لتغطية بعثة النادي الأهلي منذ لحظة وصولها وحتى الآن. إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد ثابت، وأهم الأرقام والإحصاءات وأيضا نقاط الضعف والقوة في فريق سان داونز. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، شرف منورك. ده نور حضرتك ودايما متألق كده ان شاء الله، يعني بإذن الله نكسب النهاردة ونعدي بإذن الله ونوصل نص النهائي. بالتأكيد يعني المباراة مثل هذه المباريات بتبص دايما للصعود أكتر يعني ان شاء الله طبعا، ولكن خلينا برضو نقول ان مباراة السنة اللي فاتت كان في فرق ما بينها وما بين مباراة السنة دي. خلينا نتكلم في مباراة السنة دي يعني تحديدا في اللي هي فترة الوقت، يعني انت مسافر النهاردة بدري. السنة اللي فاتت ما كنتش يعني لعبت يوم 30/3، بعد كده لعبت يوم 2/4، بعد كده لعبت 6/4. أيوه. انت المرة دي اخد اسبوع راحة، رايح بدري، الحاجات دي كلها بتديك تفاؤل وبتديك تعود اكتر على الاجواء، تديك تعود على الطقس، تديك تعود على الشمس هناك. يعني امبارح لما شفنا فيديو الفايلر بينزل ازاي، بينزل بدري بيشوف تعامد الشمس، دي بتفرق في طريقه الضغط طبعا. هل هو الشمس مثلا هتبقى متعامده في حته معينه، فانا ممكن انا عندي احساس ان هو عامل سيناريو للمباراه، حتى التشكيل اللي هو حاطه في سيناريو مهم جدا ان هو هيقفل المفاتيح من ورا وبيلعب على الهجمه المرتده من خلال السرعات، سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. قبل ما نتكلم في الفنيات، عارف احلى حاجه النهارده ايه؟ بعض الجمهور المتواجد او كل جمهور النادي الاهلي المتواجد طبعا. الحقيقه حاجه جميله جدا طبعا، ودائما جمهور النادي الاهلي بيبقى في ظهر في كل مكان، يعني في جنوب افريقيا في كل مكان. يمكن كمان هو اختار الثلاثه اللي قدام كابتن اسلام النهارده، اليو باتجي طيب جونيور راجاي. نقول التشكيل النهارده تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا طريقة اللعبة 4-2-3-1 ولا 4-3-3. اذا طريقة اللعب من وجهة نظر دكتور احمد ثابت اليوم هي 4-3-3. الشناوي، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين مساكين، علي معلول واحمد فتحي، هيخش بقى محمود متولي كارتكاز. ثواني كده، ثانية واحدة بس بين كلير بس محمود متولي كده، يخش محمود متولي اهو، هيقفل منطقه العمق ده، واليو ديونج ناحيه اليمين وعمرو السوليه ناحيه الشمال، واليو باتجي هيبقى مهاجم قدام اهي ماشي، وجرالدو هنا واجاي الناحيه الثانيه، وجرالدو ناحيه اليمين وجاي هنا طبعا عشان يعمل جبهه قويه مع علي معلول. طيب فانت لو طلع ممكن اسالك بس سؤال في هذا الموضوع طبعاً. هل من الممكن ان نرى محمود متولي بيلعب في هذا المكان وجنبه اليو ديانج ومن امامهم عمرو السوليه؟ ممكن في الحاله الهجوميه، ولكن التشكيل ما هو اعتقد ان هو بادئ بمحمود متولي هنا عشان يقفل العمق، واليو هو عايز يعمل مثلثات، نظام المثلثات ان انت تحط اليو ديانج وجرالدو واحمد فتحي ثلاثه يعملوا مثلث يقفلوا ايه؟ يقفلوا الحته اللي هي الخطيره، الجبهه اليسرى الخطيره بتاعه سان داونز. تمام. وكذلك الناحيه الثانيه برضو يبقى في عمرو السوليه وفي علي معلول وجونيور اجايه، دايما هتلاقي في مثلثات في طريقه لعب النادي الاهلي، مثلث هنا ومثلث هنا ومتولي في نفس الوقت قفل العمق. هو اختار الثلاثه اللي عندهم اسرع ثلاثه في النادي الاهلي حاليا في الحاله الهجوميه، جرالدو، اليو باتجي، اجايه. اولى المباريات اللي هيلعب فيها اليو باتجي، خلي بالك كراس حربه من ضمنات المباراه، من مباراه الذهاب. فالثلاثه اللي قدام عندهم سرعات، فمن الواضح ان هو هيقفل المساحات، وده بصراحه ده الصح. انت بتلعب فريق واحد من اسرع الفرق على ملعبه بيستحوذ دايما على الكوره، فلازم ان انت تدافع وتضيق المساحات وتلعب على الهجمه المرتده من خلال السرعات. وجرالدو على فكره في المباريات دي بيبان يعني جرالدو لما كان بيلعب في اول اغسطس، احنا معانا اول هدف ليه هنبص او اول فيديو، هنلاقي ان جرالدو في المباريات اللي زي ديت هنلاقي ان هو بيتالق، بيبقى تمام. في مساحات اكتر عكس المباريات اللي هي بتبقى على ملعبك. ايوه، لو بصينا على الفيديو بتاع هدف جرالدو مع في الترجي مع اول اغسطس، هنلاقي ان هو ازاي بيستغل المساحات. دي مهمه جدا. واحد عندك جونيور اجاي بيعرف يقف على الكوره، وازاي اهو بص حضرتك ده الهدف اهو، ده جرالدو مع مباراه الترجي مع اول اغسطس، فهو كان ده ملعب واسع استاد رادس زي ملعب النهارده اهو، جرالدو اهو هو برده كانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده اول اغسطس. فدي مفروض ان دي مميزات جرالدو اللي احنا اتعاقدنا معاه عشان، فالنهارده ان شاء الله تبان، والنهارده ان شاء الله تظهر بشكل كويس جدا جرالدو بسرعاته. واعتقد ان هيحصل مبادله في الادوار ما بين اجاي وما بين جرالدو، هو معتمد على السرعات النهارده فايلر. حاطط التشكيل ده ليه بادئ بمحمود متولي مش بقفشه؟
عشان يقفل العمق. انت كان عندك مشكله في المباراه السنه اللي فاتت ان الحته دي كانت مفتوحه، النهارده هو عامل لك مثلث، عامل لك احمد فتحي، اليو ديانج، جرالدو، خاصه ان هم عندهم بقى بيروح هناك سيرينو زوانيه. خلينا نروح نقول التشكيل سان داونز واحنا بنتكلم عن هذه المباراه. طريقه اللعب 4-4-2. خلينا نروح اهو. مظبوط مظبوط كده. اتفضل. بص حضرتك بقى هتلاقي هو النهارده هيرجع لهم مين. النهارده سان داونز اهم حاجه فيها هترجع لهم الاثنين الظاهرين. تخيل بقى لما يرجع واحد زي احمد فتحي وواحد زي علي معلول. اهو لانجرمان النهارده طبعا هو اخد لعب في الشوط الثاني في المباراه اللي فاتت، فالنهارده هيبدا اكيد لانه هو ممتاز بحته الدور الهجومي عنده لانجرمان. والناحيه الثانيه نجونجا اللي هو كان مصاب، فطبعا نجونجا هيفرق جدا في الحته اللي قدام ديت، مهمه جدا. هم بيلعبوا ب 4-4-2، التشكيل طبعا بيبقى 4-4-2 مهم جدا، يعني ال 4-4-2 هتلاقي حضرتك ثلاثه بيروحوا ناحيه احمد فتحي. ايوه. هتلاقي سيرينو اهو. ايوه كمل. سيرينو موجود هنا وزوانيه وسيرينو وزوانيه ولانجرمان. تمام. يعني لانجرمان لو جبناه حتى لو عرفنا نجيبه الناحيه دي. هنبص نلاقي اهو مفيش لانجرمان هنا وسيرينو وزوانيه، ثلاثه في الجبهه اليسرى. ايوه. على احمد فتحي وعلى اليو ديانج وعلى جرالدو. وبالتالي هتلاقي في جبهه قويه جدا. هم دايما طريقه لعبهم ازاي بيبنوا الهجمه؟ النهارده بقى راجع لك مديشه كقلب دفاع، وراجع لك نجونجا ناحيه اليمين. وبالتالي هتلاقي ان يمكن مديشه واللي هو رقم 2 قدامنا على الشاشه ورقم 16، الهجمه دايما بتتبنى ناحيه اليمين عند سان داونز. دايما يعملوا اكبر عدد من التمريرات ناحيه اليمين من خلال رقم 2 مديشه ومن خلال رقم 16 نجونجا، اكبر عدد من التمريرات يعملوا تمريرات هنا. وبعدين كيكانا يقوموا موزعين الناحيه الثانيه ناحيه احمد فتحي. فلازم النهارده تبقى الدنيا مقفوله، لازم تبقى مضيق المساحات. بس في نفس الوقت هو ده الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي الاحمر اللي قدام دي. يعني هنلاقي ضيق المساحات. في نفس الوقت ممكن يكون في سيناريو حطه فايلر ان انت اول 10 دقائق تحاول تخطف جون بخلال ان انت تضغط ترعبهم، تعمل ضغط في اول 10 دقايق، لو عرفت تجيب جون المباراه خلصت خلاص. ممكن يكون جت ما جتش خلاص مش مهم، هترجع تدافع وتضيق المساحات. ده السيناريو اعتقد اللي حطه ريني فايلر للمباراه. الحاجه المهمه جدا يا كابتن اسلام، في حاجتين مهمين جدا. فريق سان داونز لو استعرضنا الاحصائيات بتاعته على ملعبه، خلينا بس نروح نقفل الاول النادي الاهلي وبعد كده نروح لفريق سان داونز. اهو هو دايما بيلعب، فريق سان داونز بيلعب 4-1-4-4-1. هي دي بالظبط. 4-4-1-4-4-2 يعني هي دي بالظبط، نفس الشكل ده بالظبط، نفس الشكل. اتفضل. لانجرمان، ريكاردو، طبعا اونيانجو في حراسه المرمى، الاثنين الظاهرين نوجونجا ولانجرمان كظاهرين، ماديشا بيرجع كقلب دفاع، ده مميز جدا بالعاب الهواء، لازم يتمسك، لازم يتعامل عليه عشان كده اليو بادجي موجود النهارده. لازم بادجي، ممكن يكون برده بادجي النهارده. النهارده مباراه بادجي مش مباراه مروان. مروان تلعب على ملعبك لانه بيديك عمق هجومي. لكن النهارده انت محتاج سرعات. وبالتالي اختار الثلاثه. ليه بدا بالثلاثه اللي قدام؟ عشان حته السرعات. عشان الهجمه المرتده. اليو بادجي لازم يراقب ماديشا في الكرات الثابته. لازم بادجي اطول واحد عندنا في الفرقه ياخد ماديشا اهو في الكرات الثابته، لان هو اخطر واحد في الضربات الركنيه، بيلعب بيجيب بدماغه كويس جدا. وبالتالي لازم بادجي في الضربات الثابته يبقى بنفس الشكل ده مع ماديشا. النهارده بيرجع لهم نجونجا، ده واحد من الظهير الايمن المميز جدا، يعني ظهير ايمن مميز جدا نجونجا. الناحيه الثانيه طبعا لانجرمان كظهير ايسر برده مميز جدا. عندك بقى الاثنين الارتكاز، جالي وكيكانا، يعني جالي وايه وكيكانا. وبعد كده عندك زوانيه ناحيه الشمال ومبوي بيبقى ناحيه اليمين. يعني لو بدلنا مثلا حط مبوي مكان جالي اهو، ويبقى اثنين ارتكاز كيكانا وجالي زي ما قلنا، هم بيحضروا الهجمه ناحيه اليمين. وبعد كده قدامهم ايه؟ حل من الاثنين. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على لعبه التمرير الطولي. ايوه. النهارده لو لجأوا للتمرير الطولي يبقى هم فشلوا في الاستحواذ. يبقى طريقه فايلر نجحت. ليه؟ لان هم النهارده لعبهم بيلعبوا على الاستحواذ. هو خطوره سان داونز على ملعبه في الاستحواذ والكرات العرضيه. تمام. لو استعرضنا حتى احصائيات سان داونز في المباريات الثلاثه اللي كانت على ملعبه، هنبص نلاقي هم لعبوا الوداد المغربي ولعبوا اتحاد العاصمه ولعبوا بترو اتلتيكو الانجولي. نسبه الاستحواذ في الثلاث مباريات كانت كام؟ عدت ال 60%. ايوه. قدام الوداد كانت 60%، قدام اتحاد العاصمه 69%، قدام بترو اتلتيكو 61%. ادي قدامنا اهي. اتفضل. فطبعا نسبه الاستحواذ كبيره جدا، يعني انت هتقابل فرقه النهارده هم اعتقد ان برضه هيبقى نسبه استحواذهم اكتر النهارده، ولكن انت ازاي تقفل المساحات بشكل كويس جدا؟ ازاي خطوطك الثلاثه تبقى متقاربه؟ مهمه جدا. ازاي تعمل مثلثات على الجبهه اليمين والجبهه الشمال ومحمود متولي يكون قافل لك العمق؟ محمود متولي النهارده يعتبر ليبرو.
ليبرو متقدم قدام الاثنين المساكين. ده الشكل اللي كان بيلعب لو نفتكر منتخبنا الوطني ما كان بيلعب مع كابتن حسن شحاته وهاني سعيد. طبعا لازم ده دور فعلا هاني سعيد. نفس الدور ده ان انت في نفس الوقت بتبني الهجمه وفي نفس الوقت بصراحه محمود متولي بيديك عمليه الاستحواذ. ازاي النهارده تستهلك الوقت بتعمل اكبر عدد كم من التمريرات مهم جدا في اول 10 دقائق. النادي الاهلي يعمل عدد كبير من التمريرات يمتص الحماس الجماهيري، يمتص حماس لعيبه صن داونز، وفي نفس الوقت بتبث لهم الخوف ان انا النادي الاهلي ان انا جاي استحوذ في وسط ملعبكم. دي يعني النهارده مثلا عدد التمريرات بتاع صن داونز 548 قدام الوداد، 684 قدام اتحاد العاصمه، 576 قدام بترو اتلتيكو. يعني من الفرق صن داونز من الفرق اللي بتعرف تستحوذ بشكل جيد على ملعبها. على ملعبها احنا اتكلمنا ان هم ثالث افضل فريق في الاستحواذ بعد الاهلي والترجي المجموعات بعد الاهلي والترجي يعني. وعدد العرضيات بص يا كابتن اسلام كام؟ 23 13 29، يعني اكتر من 20 عرضيه مثلا في الماتش الواحد. ده دليل ان ده فريق بيلعب 4 4 2 بيعتمد على الاطراف، ومهم جدا ان انت النهارده تقفل الاطراف بحكايه المثلثات اللي عاملها ريني فايلر وفي نفس الوقت قفل العمق. طيب خلينا نشوف الفيديو. عايز تبص على حاجه ثانيه؟ الفيديو بقى خطوره الكرات العرضيه على ملعبهم. خطوره الكرات العرضيه ده من خلال فيديو. الفيديو فيديو تمام. اتفضل. اول فيديو معانا بص حضرتك، دي اول حاله فنيه معانا قدام الوداد. بص دي ده جت ضربه جزاء من خلال كسبوا الوداد بضربه جزاء على ملعبهم من خلال كره عرضيه. هتلاقي دايما ان في زياده عدديه. وقف يا استاذ سمير ثانيه واحده. هنلاقي ان مين اللي بيرفع ده اللي هو الجناح اليمين اللي هو مش موجود النهارده. بس هو اللي هيبقى مكانه مابوي. الاثنين اللي قدامهم اللي في لاكازي بيقطع في العمق على القائم القريب. ومين اللي ورا هناك؟ ده سيرينو. سيرينو اللي هو اللي هناك ده. ده سيرينو. فبالتالي انت بتعمل اوفر. اذا خطوره الكرات العرضيه مهمه جدا. عشان كده النهارده ايه فايلر عامل ايه النهارده؟ هتلاقي في ثلاثه على الجبهه دي. المفترض ان يبقى في علي معلول، في جونيور اجايه، في عمرو السولية. مهمه جدا. هو عامل مثلثات ريني فايلر على الجبهات عشان يقفلها. مهم. هو ده فكره. يعني انا بقول فكر فايلر، اعتقد ان هو بنسبه كبيره كده. هو عايز يقفل الجبهه دي وعايز يقفل خطوره الاطراف، وفي نفس الوقت لاعب بالثلاثه. ليه ما بداش بحسين الشحات؟ عشان هو جرالدو مثلا عنده حته اسرع. ليه ما بداش بمروان؟ عشان بادجي اسرع. يبقى هو اختار الثلاثه اللي عندهم سرعات. تمام. قدام دي اول حاله معانا. تمام. الحاله الثانيه بص حضرتك اتفضل. ده بقى ده بص ده حضرتك حارس الوداد المغربي احمد رضا. ده النهارده دور محمد الشناوي مهم جدا 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 في ماتش زي النهارده. بس خلينا واقفين ثانيه واحده، لانه هنا الحقيقه بيبقى واضح جدا التكتل الدفاعي اللي متواجد او التكتل الهجومي. الهجوم يعني عندهم الكثافه العدديه. عندهم ادي واحد اهو، واحد، واحد اثنين ثلاثه، ادي اثنين، ادي ثلاثه. الثلاثه دول الحقيقه هم والرابع ده برضو الجناح داخل معاهم. اللي هنا ده الجناح. ايوه هو هم عندهم طريقه معينه اللي هي ايه؟ الجناح بيدخل للعمق وبيفتح المساحات للاوفرلاب للظهير وراه. سواء لاكاي او سواء لانجرمان او نوجونجا. اذا تحديدا عشان الاثنين اللي راجعين مقويين جدا، نوجونجا ولانجرمان. ولانجرمان دول مهمين قوي النهارده. اذا خماسي دائما متواجد في الحاله الهجوميه طبعا في اي عرضيه زي ما حضراتكم شايفين. واحد اثنين ثلاثه اربعه اهو. معلش ارجع تاني يا سمير لحظه، معلش نرجع تاني اهو. احنا بس عايزين تبقى واضحه للكل. ادي واحد اثنين، ادي اثنين ثلاثه، ادي ثلاثه اربعه، ادي اربعه. وتوزيع رائع الحقيقه. يمكن اللي هناك ده بعيد شويه، ولكن هو يعني توزيع رائع. يعني ممكن ده يبقى اقرب من هنا كده، يجي هنا كده شويه، يبقى ده. والعرضيه مرفوعه فين؟ عند قوس منطقه الجزاء. دايما ده برضو تدريب معين، ولكن لازم الشناوي يطلع ياخد العرضيات يريح خط الدفاع. دور محمد الشناوي النهارده مهم جدا جدا جدا. يمكن لو استعرضنا ارقام محمد الشناوي وارقام نيانجو اعتقد ان هي هتفرق جدا. اهم مقارنه، فرق كبير. لا يعني اهم مقارنه مقارنه الحراس. تمام. الحاله اللي بعد كده برضو، الحاله اللي بعد كده يا سيد سمحت هنبص نلاقي برضو كره اهي. بص حضرتك ده برضو ده وقف ثواني. مين اللي بيرفع هنا؟ ده سيرينو. ده سيرينو اللي هو المهاجم. المهاجم الثاني. بص حضرتك كام واحد بقى؟ وده بقى ده مابوي اهو. ادي واحد كالعاده، واحد اثنين اثنين، هم الخمسه، ثلاثه اربعه خمسه، وكيكانا واقف مستنيها على الدايره، مستني على الدايره. فنفس الحته النهارده اهم حاجه ان انت تقفل الاطراف. هو ليه بدا بثلاثه ارتكاز النهارده؟ او ليه بدا بليبرو متقدم؟ عشان انت بتلعب فرقه خطرتها على الاطراف. وبالتالي انت مهم جدا ان انت تقفل العمق. ايوه مش لازم ان انت النهارده تقفل العمق بشكل كويس جدا بمتولي، وفي نفس الوقت هو اختياراته في حته اللي قدام عشان السرعات، عشان انا اقطع الكره هنا واعمل هجمه مرتده من خلال السرعات. بس انا عجبني جدا قد ايه الكثافه الهجوميه من الفيديوهات اللي انت جايبها. قد ايه كثافه هجوميه واضحه جدا طبعًا. لفريق صن داونز. وكثافه عدديه مهمه جدا داخل منطقه الجزاء. عشان كده لازم يبقى احنا عندنا اكتر عدد من خلال وجود متولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. لازم النهارده الثلاثه يبقوا مصحصحين، ولازم
لازم يكونوا ان شاء الله نجوم المباراه مع محمد الشناوي. اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده بقى دي حاله مهمه قوي في نقطه ضعف مهمه لازم نستغلها. اتفضل. بص حضرتك الضربات الثابته احنا دايما بنقول ان هم عندهم مشكله في الجبهه الشمال وعندهم مشكله الضربات الثابته. طيب بص حضرتك الضربه الثابته عندهم عامله ازاي. ده الوداد بيرفع لعيب الوداد اسماعيل الحداد مش متراقب ممكن تخلص من كره ثابته. يعني انت لو ما عرفتش تخطف من هجمه مرتده من خلال السرعات اللي قدام او انا بشوف ان جرالدو النهارده سلاح مهم جدا. هقول لحضرتك ليه بس الاول نكمل حته الضربات الثابته. انا عايزك ترجع ثانيه بس كده اهو بس الضربه الثابته او بص حضرتك كمل 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 يا سمير لو سمحت كمل بس هي دي النقطه اللي انا بتكلم عنها او هي دي النقطه اللي انا عايزها. النهارده بادجي لازم نستغله في الضربات الثابته. اطول لعيب في الفرقه عندك هو اليو بادجي. طيب مهم جدا ان انت تستغله في حته تخطف هدف من خلال ضربه ثابته. معلش يا احمد خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من استاد لوكاس موريبي برضو يدينا كل الاجواء فيما يحدث في ملعب المباراه ملعب لوكاس موريبي. فاروق يعني اولا انا بحييك الحقيقه على كل هذه التغطيه ان شاء الله بعد المباراه نحييك اكتر واكتر واشكر لكل المجموعه المتواجده هناك لسان جمهور النادي الاهلي الحقيقه الكل سعيد بكل ما تؤدونه من اودع شغلكم انا عارف ومتاكد منه ولكن ان شاء الله يكتمل هذا الشغل اليوم بنهايه المباراه. طمنا الاول على وصول النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي وايضا قول لنا اجواء هذه المباراه هل الاستاد اتملا احنا لسه قدامنا تقريبا ساعه على بدايه المباراه فاروق. بالظبط كل التحيه ليك يا كابتن اسلام وللدكتور احمد ثابت ولكل جماهير مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ولكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي باذن الله يا كابتن اسلام يوم خير ان شاء الله كلنا متفائلين وباذن الله هنرجع من هنا منصورين باذن الله يا كابتن اسلام. يعني منذ دقائق كان وصول فريق النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي طبعا بيتقدم فريق النادي كان بوجود الكابتن محمود الخطيب ومعالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه هنا بجنوب افريقيا ثم بعد خمس دقائق وصل حافله فريق صن داونز. يعني خلينا اقول لك الاجواء دلوقتي يا كابتن اسلام مجموعه من جماهير النادي الاهلي والجاليه المصريه والعربيه موجوده يعني على المدرج الايمن من المقصوره في عدد يعني كان تيسير دخولهم مع مسؤول السفاره المصريه والكابتن سمير عدلي ايضا في لسه الاستاد لم يمتلئ خالص يا كابتن اسلام احنا بنتكلم دلوقتي اللي موجود في ارض الملعب لا يزيد عن اكثر من 1000 او 1500 فرد من المشجعين. بس احنا متعودين الحقيقه على كل جمهور جنوب افريقيا ان هو وصن داونز تحديدا ان هو بيجي قبل المباراه بدقائق قليله. بالظبط يا كابتن اسلام يعني من المتوقع ان الاستاد ده يعني فاتحين باب الاستاد ده مجانا النهارده للجماهير وعمليه حجز دخول الجماهير ابواب الاستاد مفتوحه تماما مجانا لكل جماهير صن داونز. خليني برضه يا كابتن اسلام يعني يقول تشكيل النادي الاهلي وايضا تشكيل صن داونز. اتفضل. تشكيل النادي الاهلي معاك يا كابتن اسلام. معايا اتفضل بس قوله مره ثانيه يا فاروق. تشكيل النادي الاهلي محمد الشناوي لحراسه المرمى على يمينه احمد فتحي على شماله علي معلول اثنين قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم قدامهم محمود متولي قدامه اثنين عمرو السليه واليو تيانج على يمينهم جيرالدو على شمالهم جونيور اجاييه وراس راس حربة اليو باتشي. تمام. موسيماني اعلن تشكيل يعني من دقائق فاضل يا كابتن اسلام خرج من القائمه يا كابتن اسلام النهارده من قائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء احمد الشيخ ومصطفى شوبير. تمام. على مقاعد بدلاء الاهلي في هذا اللقاء علي لطفي ايمن اشرف محمد هاني حسين الشحات محمد مجدي قفشه وليد سليمان واليو باتشي. تشكيل صن داونز بحراسة المرمى اونيانجو رقم 14 قدامه اثنين مساكين رقم اثنين ماجيشا رقم ثلاثة ناسيمينتو في اليمين ناجونجا رقم 16 في الشمال لبوسا رقم خمسة اثنين في دايرة المنتصف كيكانا رقم ثمانية وجالي رقم 15 على يمينهم بيلا كاتي رقم 11 وعلى شمالهم دواني رقم 18 اثنين في خط الهجوم رودريجيز رقم 10 ومابوي رقم 25. ده كان تشكيل لفريق صن داونز يا كابتن اسلام لكن انا عايز اطمنك هنا على فريق النادي الاهلي وعلى اجواء النادي الاهلي ان شاء الله يكون يوم خير لكل جماهير النادي الاهلي ولكل لعيبه النادي الاهلي باذن الله يا كابتن اسلام ونرجع من هنا مبسوطين ومعانا تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي المشاهد يا رب ان شاء الله. اخيرا معلش مره ثانيه ممكن تقول لنا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي يا فاروق؟ التشكيل الرسمي للنادي الاهلي محمد الشناوي في حراسه المرمى
في اليمين احمد فتحي، في الشمال علي معلول، من قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم، قدامه محمود المتولي، قدامه اثنين اليو ديانج وعمرو السليه، في اليمين جيرالدو داكوستا، في الشمال جونيور اجاي، وقدامهم اليو باتشي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. طبعا من الواضح ان الاستاد دايما في جنوب افريقيا الحقيقه يعني من خبره شفناها كتير، لان 3 4 5 مباريات هناك دايما بيمتلئ في اللحظات الاخيره. هم ستايل اوروبي بصراحه، ستايل اوروبي. طيب نروح نكمل الفيديو اللي معانا. النقاط الضعف النهارده اللي لازم نستغلها هي الضربات الثابته، مهمه جدا ان انت ازاي يا اما تخطف بهجمه مرتده من خلال سرعات جرالدو، لان هم عندهم الجبهه الشمال فيها مشكله، فجرالدو ناحيه اليمين عنده حته السرعات يستغلها. أيوه. الحاجه الثانيه الضربات الثابته، هم تمركزهم رغم ان هم مميزين في الضربات الثابته اللي ليهم، اللي عليهم مش مميزين فيها، دايما بيبقوا سايبين حته فاضيه. بص واضحه جدا، تقدر يعني ان انت تستغل واحد زي اليو باجي او رامي ربيعه او عمرو السليه، الثلاثه مميزين بحته العاب الهواء. طيب. مهمه جدا ان انت تخطف ازاي من كره ثابته. تمام، اللي بعد كده المقارنات بقى هنستعرض. طيب خلينا بقى نروح ل المقارنات في مباراة اليوم ونشوف أولى المقارنات. اتفضل يا دكتور. أول مقارنة ما بين ريني فايلر وموسيماني من أول دور، من بداية دور المجموعات لغاية دور الثمانية. أيوه. هنلاقي إن ريني فايلر طبعًا لعب 7 مباريات نفس الأرقام، يعني الاثنين لعبوا 7، فاز 4، اتعادل 2، خسر 1، نفس الاثنين، الاثنين خسروا مباراة واحدة. أحرز أهداف النادي الأهلي جاب 9، موسيماني 9، نفس برضه القوة في الهجومية. بالنسبة لاستقبال الأهداف، النادي الأهلي أقل فريق استقبل أهداف منذ دور المجموعات، بداية دور المجموعات حتى دور الثمانية في البطولة كلها. أيوه. استقبل 4 أهداف بس. أما موسيماني استقبل 5 أهداف. الشباك النظيفة 3 لريني فايلر، 4 لموسيماني من أول دور المجموعات برضه. نيجي بقى لمتوسط الاستحواذ بتاع النادي الأهلي. النادي الأهلي أكتر فريق مستحوذ على الكورة في البطولة، 59.3% في المباريات. مقابل سان داونز 53%. أيوه. عدد التمريرات برضه، النادي الأهلي أكتر فريق في البطولة عامل عدد تمريرات، بيعمل 411 تمريرة في الماتش الواحد. سان داونز بيعمل 379 في الماتش الواحد. بالنسبة للتمريرات الطولية، النادي الأهلي أكتر برضه 3.23 و4 لسان داونز. طيب نيجي للشراسة الهجومية، المحاولات، النادي الأهلي أكتر فريق عنده محاولات على المرمى في المباراة الواحدة، 11.3 محاولة مقابل سان داونز أو موسيماني 7.6. صناعة الفرص، النادي الأهلي أكتر، صنع 17 فرصة محققة مقابل 12 لسان داونز. إهدار الفرص، النادي الأهلي أهدر في البطولة 10 فرص وسان داونز أهدر 6 فرص. أيوه. المقارنة الثانية المهمة جدا 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 وهي حراسة المرمى، النهارده هيبقى ليها دور مهم جدا طبعًا جدا طبعًا جدا، سواء محمد الشناوي او اونيانجو. اونيانجو بصراحة شايل اخطاء دفاعاتهم وشايل الكوارث الموجودة سواء ناحية الشمال او الاخطاء في الكرات الثابتة، يعني احنا لسه شايفين واحدة هو اللي مطلعها من تحت المقص. مظبوط. وبالتالي اول حاجة معانا الشناوي، هنلاقي السن طبعا. الشناوي 31 سنة، اونيانجو 34 سنة خبرة. الاثنين طبعا حراس كبار جدا، يمكن بشوفهم افضل اثنين حراس في القاره الافريقيه سواء اونيانجو او الشناوي. الشناوي لعب 7 مباريات من منذ بدايه دور المجموع في البطوله كلها، لعب 7 مباريات عنده 3 كلين شيت. دينيس اونيانجو لعب 6 مباريات من اول البطوله عنده 3 كلين شيت برضه. ايوه. استقبل اهداف، الشناوي استقبل 4 اهداف مقابل دينيس اونيانجو استقبل 5 اهداف. عدد التصديات لمحمد الشناوي 2.1 في الماتش الواحد مقابل 2.5 لدينيس اونيانجو. أيوه. نسبة النجاح في التصديات الاثنين زي بعض 79%. فده دليل ان اونيانجو فارق مع سان داونز والشناوي فارق مع النادي الاهلي. تمام. التمرير الطولي هنلاقي ان اونيانجو اعلى، اونيانجو من الحراس اللي بتحضر كورة برجليها ليبرو. تمام. ورا بيحضر كورة برجله كويس جدا وبيبني الهجمة كأنه ليبرو بالظبط. أيوه. فاذا حارس المرمى هيفرق جدا النهارده. المقارنه اللي بعد كده برضو جونيور اجاي وسرينو، الجناح الشمال هنا والجناح الشمال هنا، او المهاجم المتحرك هنا والمهاجم المتحرك هنا. هنلاقي ان اجاي ارقامه تطورت في اخر ماتش، سرينو طبعا ارقامه متطوره طوال البطوله، يعني عدد المشاركات الاثنين لعبوا 8 مشاركات طوال البطوله كلها.
سيرينو الاثنين مسجلين هدفين، أجاييه جايب هدفين وسيرينو جايب هدفين برضو. تمام. صناعة الأهداف سيرينو صنع أربعة عنده أربعة أسيست، أخطر لاعب في فرقة صن داونز على المستوى الهجومي هو سيرينو، هو مفتاح اللعب. هو اللي بيلعب الضربات الثابتة، وإحنا اتكلمنا عليها قبل كده الضربات الركنية إن هم بيلعبوها دايما على مرتين. دايما ما بيلعبوهاش من مرة واحدة، دايما سيرينو بيقرب وبيعمل الأوفر لمديشا اللي هو قلب الدفاع اللي لازم قلنا لازم مين يمسكه بادجي. لان هو متخصص الضربات الركنيه احنا عاملينها اهو لازم يبقى بادجي مراقبه لان النهارده الضربات الركنيه سلاح مهم جدا. صناعه الاهداف 4، متوسط صناعه الفرص اجاي كان 2 من 10، زاد بعد الماتش الاخير بقى 6 من 10. اوكي. اما سيرينو 2.6، طبعا رقم ضخم، 2.6 بيصنع 2.6 فرصه في الماتش الواحد، رقم كبير جدا. متوسط المراوغات الناجحه اجاي 1.6 اكتر من سيرينو 1.3. متوسط لمس الكوره في الماتش الواحد سيرينو بيلمس الكوره 60 مره، دليل ان هو مفتاح زي ما قلت لحضرتك. بيبنوا دايما الهجمه ناحيه اليمين، دايما بتتحضر ناحيه اليمين وتتحضر لكيكانا. كيكانا قدامه حل من الاثنين، احنا شرحناها المره اللي فاتت، يا بتتلعب تمرير طولي اللي في الاكازي اللي هو التمرير الطولي هنا وعملوها كتير جدا في الماتش الاولاني، يا اما بتتلعب على الناحيه الشمال. تمام. اللي هي بيبقى فيها زواني وسيرينو والباك ليفت معاهم، عشان كده النهارده ريني فايلر عامل مثلثات عشان يغلق الاطراف. اذا ده الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في هذه المباراه في نص ملعبه. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. شكرا لحضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. خلينا نروح لجنوب افريقيا مره اخرى في تقرير مع زميلنا فاروق صلاح، مع اثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي في العاب القوه، كابتن حسن عبد الجواد وكابتن ايهاب عبد الرحمن، هيكونوا متواجدين مع كابتن مع فاروق صلاح في جنوب افريقيا. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير عندي ثلاثه من النجوم الكبار والحالات الفنيه او كل الحالات ورؤيتهم الفنيه لهذه المباراه الصعبه، عوده مباراه العوده في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي ونادي صن داونز. النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، النجم الكبير الكابتن محمد يوسف، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. بعد هذا التقرير هنستقبل نجومنا الكبار.